الرد من الفنانة نادين نسيب جيم حول ارتباطها بالنجم معتصم النهار. وكانت قد أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب جيم الجدل خلال الساعات الماضية، وأصبحت حديث الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت ارتباطها مؤخرا دون الكشف عن هوية حبيبها أو أي معلومات عنه. واكتفت نادين نسيب جيم بنشر صورة ليدها وهي ممسكة بيد حبيبها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: الصورة ليست بحاجة إلى تعليق، فقط انتظروا ذلك. تفاعل المتابعين. وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصورة، لكن ردد البعض شائعات حول أن نادين جيم ارتبطت بالفنان اللبناني معتصم النهار، وهو ما نفته خلال التعليقات على الصورة. ردت على متابعينها قائلة: الناس اللي عم تذكر أسماء، بس بدي أقول إنه غلط الموضوع أبعد من هيك بكثير، وأكيد مش معتصم ولا قصي اللي هن إخواتي يا جماعة. ومن ناحية أخرى، تنتظر نادين نسيب جيم عرض الجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة قريبا على إحدى المنصات، ويشاركها بطولته كل من معتصم النهار، توني عيسى، كارول عبود، نقولة دانيال، فادي أبي سمرة، زينة مكي، نهلة داود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنشو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، ولين غرة، والمسلسل من إخراج جو بوعيد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.